أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة للنبي محمد. الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا، بل هي منبثقة من صحف غير تابعة للحكومة الفرنسية. بتلك الكلمات الممجوجة أراد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن يتبرأ من ذنبه في مقابلة إعلامية وأن له. بكلمات النفاق هذه أراد ماكرون أن يلبس علينا الأمر كتلبيس إبليس ولن يستطيع. فهل تعتقد أيها المأزوم أننا نسينا وصفك للإسلام بأنه يعيش أزمة في كل مكان؟ أم أنك تطلب منا أن ننسى الإساءة لنبينا؟ هل تعتقد أيها المأزوم أننا نسينا ما قلته عندما وصفت الإسلام بالظلامية بعد قتل المدرس الفرنسي؟ أم أنك تطلب منا أن ننسى الإساءة لرسولنا؟ هل تعتقد يا ماكرون أننا سننسى أنك من قلت لن نتخلى عن الرسوم المسيئة؟ أم أنك تطلب منا أن ننسى الإساءة لحبيبنا ومصطفانا؟ نحن المسلمين يا ماكرون نحب نبينا محمدا ونفديه بأرواحنا، ولن تفهم ذلك ولن تعرفه، لأنكم فقط تعبدون المادة وبنيتم حضارتكم على الانسلاخ من دينكم. أما نحن المسلمين يا ماكرون لم ننسلخ من ديننا ولن نخذل نبينا ولن نفعل. ندرك جيدا يا ماكرون أن هبة المسلمين حول العالم دفاعا عن حبيبنا في مظاهرات هزت عواصم وحواضر بلاد المسلمين قد زلزلتك وأرعبتك وحق لك. ندرك جيدا يا ماكرون أن مقاطعة المنتجات الفرنسية قد أوجعتك كثيرا وآلمتك وحق لك. يا لفخرنا ويا لعزنا عندما توحدنا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة حق لنا. هل تتراجع يا ماكرون أم تظهر أنك تتراجع؟ أم أنك تخاف من ثورة الفرنسيين عليك بعد المقاطعة وآثارها؟ هل الخسارة الاقتصادية فادحة يا ماكرون ومؤلمة؟ هل إلغاء صفقة باكستان العسكرية موجعة يا ماكرون؟ هل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤلم؟ هل اتساع رقعة المقاطعة مخيفة ومرعبة يا ماكرون؟ هل أدركت خطأك أم أنك تتمسكن حتى تتمكن؟ هل تظننا ساذجين وحمقى يا ماكرون حتى نصدق نفاقك بعدما أسأت لنبينا؟ المقاطعة مستمرة ولن تتراجع أمة المليارين يا ماكرون حتى لو تقهقرت. مقاطعتكم يا أمة الإسلام جعلت وزير خارجية فرنسا يتبنى خطابا لينا وكأنه يتبرأ من إساءة ماكرون. مقاطعتكم جعلت رئيس أساقفة فرنسي يعارض نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. مقاطعتكم عبرة جعلت بلجيكا توقف مدرسا عرض رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لن تتراجع أمة الإسلام عن المقاطعة يا ماكرون حتى تعتذر صاغرا عن الإساءة لرسولنا. لن تتراجع أمة الإسلام يا ماكرون حتى تشرع فرنسا قانونا يجرم الإساءة لنبينا وللأنبياء جميعا على حد سواء. لن تتراجع أمة الإسلام يا ماكرون حتى تكف أذاك عن المسلمين في إفريقيا، في مالي وإفريقيا الوسطى وفي بلاد المغرب العربي وفي غيرها من بلاد المسلمين. عندها فقط يا ماكرون يمكننا أن نفكر في هذا الأمر.